يعطيكم العافية. كثير ناس في الفترة الأخيرة واجهت مشكلة إيقاف حساباتهم من تويتر بدون أي سبب، إيقاف مؤقت أو دائم أو مجرد تعطيل للحساب. هو الطريقة أو التوقيف أو تعطيل حسابك بيتم بطريقة آلية. تويتر عندهم طريقة آلية، يعني حاسب آلي أو جهاز حاسوب آلي، هو بناء على مجموعة من الأوامر اللي عنده بيقوم بإيقاف وتعطيل الحسابات. طبعا في الغالب بتكون هاي الأمور خطأ، وفي الغالب وبعض الأحيان بتكون صح، يعني أنت بتكون عامل مخالفات لقواعد استخدام موقع تويتر وبالتالي أدى إلى إيقاف حسابك. من هاي الأخطاء أنك تستخدم الألفاظ أو الكلمات الغير مسموح فيها، تستخدم الألفاظ السيئة مثل الشتم وهاي الأمور، تشارك بكثرة في هاشتاجات مضرة، تقوم بنسخ ولصق الهاشتاجات والكلام الموجود فيها بكثرة. طبعا انت بتحاول ترجع الحساب، يطلع لك انه الحساب تم ايقافه مؤقتا او انه تم ايقاف الحساب او تم تعطيل الحساب بشكل مؤقت، ولما تحاول ترجع الحساب بتظهر لك المشكلة اللي امامك، اللي هو بيطلب منك انك تدخل رقم الهاتف الخاص بالحساب. بعد ما تدخل رقم الهاتف بيحكي لك انه احنا ارسلنا لك كود التفعيل او رمز التفعيل، وبيطلب منك تدخل الرمز، لكن فعليا رمز التفعيل ما بيوصلك على جهازك نهائيا ولا بتستلم كود التفعيل اصلا. ولما تعمل سند اجين او اعادة ارسال رمز التفعيل تظهر الرسالة اللي امامك على الشاشة او الخطأ اللي امامك على الشاشة انه طلبك تم رفضه او الطلب مرفوض، حاول مرة اخرى. وطبعا اذا ضغطت على سند كود او مرات بيطلع لك خيار كول مي او الاتصال وبتضغط عليه، ايضا ما بوصلك اي اتصال من الشركة وما بتقدر تفعل حساب. ان شاء الله اليوم رح ناخذ طريقة ممكن انها تساعد في ترجيع حسابك، لكن بدي احكي ملاحظة مهمة قبل ما نبدأ بشرح الطريقة وطريقة تطبيقها. هاي الطريقة الوحيدة الموجودة حاليا، يعني انت جرب هاي الطريقة، في حال ما زبطت او ما تم الرد عليك من قبل الشركة ارجع حاول بنفس الطريقة مرة ثانية، او غير في النص الموجود اللي راح احكي لك اياه بعض الكلمات وارجع ابعت. ما في طريقة ثانية، يعني اذا ما زبطت معاك هاي الطريقة ما الك غير انك تنتظر او تضلك تكرر نفس الطريقة. يعني لو تواصلت معي لو ما زبط معك الطريقة وتواصلت معي، انا للأسف ما راح اقدر افيدك لانه هي الطريقة الموجودة حاليا. طيب ننتقل للطريقة، راح احط لك رابط تحت في الديسكريبشن في وصف الفيديو، بتضغط عليه. بعد ما تضغط عليه بتظهر لك الصفحة اللي امامك. اول اشي بتعمله بتنزل هون، بتيجي على خيار هي لوج ان او تسجيل الدخول، بتضغط عليه. بعد ما يحمل الصفحة بتسجل دخول في حسابك اللي تم ايقافه. بعد ما تسجل دخول بحسابك اللي تم ايقافه او حسابك اللي تم تعطيله بتنزل بتعبي الخيارات اللي عندك. اول اشي بطلب منك تحطه هو انه انت وين واجهت هاي المشكلة، في متصفح مثلا متصفح تويتر بالايفون او في الويب اللي هو على جهاز بي سي، او في تطبيق تويتر للايفون او في تطبيق تويتر للاندرويد على حسب جهازك. اذا انت كنت بتستخدم جهاز ايفون فبتختار تويتر فور اي او اس، اما اذا كنت بتستخدم جهاز اندرويد فبتختار خيار تويتر فور اندرويد. طيب الان بطلب منك وصف المشكلة. وصف المشكلة راح احط لك اياه ايضا في تحت في روابط الديسكريبشن، وراح بس عليك انك تعمل له نسخ ولصق. طبعا وصف المشكلة والنص هو من قناة عز التقنية، فبتيجي بتنسخ من اول كلمة انجليزية اللي هي دير تويتر تيم، وبتعمل نسخ الى
جميعها مثل ما هي، ما تغير عليها إشي. الإشي الوحيد اللي لازم إنك تغيره اللي هي بعد كلمة My Account بتحط هون اسم المستخدم الخاص بحسابك. هي ضع حساب تويتر أو ضع حسابك الموقوف في تويتر، بتحط اسم المستخدم لحسابك الموقوف، بعدها ضع هنا نوع تويتر مثلا الايفون او الاندرويد زي ما حكيت لك. اذا كنت ايفون بتحط بدل علامات التنصيص بدل الجملة العربية بتحط تويتر فور اي او اس، واذا كان جهازك اندرويد بتحط جملة جهاز الاندرويد اللي هي تويتر فور اندرويد. بعدين تحت هون لاحظ بتحط اسمك الثلاثي، اسمك، اسم الاب، اسم العائلة. بعدين في ايضا ضع هنا حسابك الموقوف، بتحط اسم المستخدم اللي هو اليوزر نيم ايضا لحسابك الموقوف. طيب نرجع على الرابط تبعنا، بعد ما نحط وصف المشكلة في المكان هيو اللي هو كاتب لك description of problem، بتحط هون الوصف اللي حكيت لك عنه. بنيجي على باقي الخيارات، بطلب منك full name، بتحط هون اسمك الكامل. بعدين تويتر يوزر نيم يعني اسم المستخدم، بتحط اسم المستخدم لجهازك، عفوا لحسابك اللي تم ايقافه او تعطيله. بعدها بتحط ايميلك المستخدم على الحساب عشان يتواصلوا معك. بعدين بتحط رقم التلفون او رقمك الشخصي، رقم الموبايل. طبعا هذا الخيار هو اوبشنال، اختياري، يعني بتقدر تحط الرقم وبتقدر ما تحطه، الخيار بيرجع لك. طبعا بعد ما تخلص هاي الطريقة راح يظهر لك هون خيار سند، بتبعت سند، هيك انت بتكون تواصلت مع الشركة. طبعا بعد من ما ترسل هاي اللي حكينا عنها وتعمل جميع الخطوات، تقريبا من 5 إلى 10 دقائق راح توصلك رسالة او رد آلي من الشركة. الرد الآلي من الشركة شو بتعمل فيه؟ بتعمل، راح احط لك ايضا رابط ثالث في الديسكريبشن في الوصف، بتروح عليه اللي هو هي نص الرد على الايميل. بعد ما يوصلك رد آلي على الايميل تبعك، بترجع بترد على الايميل نفسه اللي هو بتنسخ من اول كلمة دير تويتر تيم الى اخر ضع حسابك الموقوف هنا، بتعملها كامل نسخ وبترد عليهم من الايميل اللي راح يوصلك، بترد على نفس الايميل، يعني بتضغط ريبلاي او فورورد على الايميل نفسه، ريبلاي عفوا على الرد الالي اللي راح يوصلك. وايضا ترجع بتعدل نفس البيانات، هون بتحط اسم حسابك الموقوف، بعدها بتحط تويتر فور اي او اس او اندرويد على حسب جهازك، بعدها هون اسمك الثلاثي، بعدها حسابك الموقوف كمان مرة. وان شاء الله هاي الطريقة من يومين الى اسبوع بوصلك رد من الشركة باعادة تفعيل حسابك. برجع بذكر في انه هاي الطريقة الوحيدة الموجودة حاليا، فلو زبطت معك ان شاء الله فتح حسابك، اشترك في القناة. حتى لو ما زبط معك برضو اشترك في القناة. لا، لو ما زبطت معك الطريقة فما عليك الا التكرار، او حاول انت عدل على النص، او شوف نص اخر من مصدر اخر، ما في مشكلة. لكن لو ما زبطت معك الطريقة فما عليك سوى انك تنتظر وتضلك تجرب تتواصل مع الشركة. يعني لو انت تواصلت معي انا شخصيا وبعد ما تطبق الطريقة وما تزبط معك، فللأسف ما راح اقدر افيدك، لانه هاي هي الطريقة الوحيدة الموجودة. طبعا هيك احنا بنكون، انا بكون شرحت الطريقة كاملة، بقدر احكي لكم هيك تطبقوها وان شاء الله بترجع حساباتكم في اقرب وقت لحد ما يتم حل مشكلة عدم وصول الكود. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتتابعوا